برحب بحضراتكم من جديد، وخلونا نبتدي مع بعض بالأخبار اللي معانا واللي أبرزها. هي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع الموقف التنفيذي والتشغيلي لعدد من مشروعات وزارة النقل، خاصة بما يتعلق بمنظومة القطار الكهربائي السريع على مستوى الجمهورية، واللي بتمثل إضافة نوعية لمنظومة وسائل النقل في مصر. ده حقيقة بس هانتو، يمكن كمان امبارح على يعني مستوى أخبار رئاسة الوزراء تحديدا دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض عدد من ملفات وزارة التعاون الدولي ومستجدات جهود تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية. كمان امبارح وزارة الداخلية وزعت مساعدات على المواطنين الأولى بالرعاية، وده في محافظات الفيوم والدقهلية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال هذا التقرير. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطلاع على الموقف التنفيذي والتشغيلي لعدد من مشروعات وزارة النقل، خاصة ما يتعلق بمنظومة القطار الكهربائي السريع على مستوى الجمهورية، واللي بيمثل إضافة نوعية لمنظومة وسائل النقل في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة. ده غير إنه هيعزز من استراتيجية الدولة لإقامة أنظمة نقل مستدامة ومتطورة، وصولاً للمساعدة على تحفيز النمو الاقتصادي في مصر ولها المركز إقليمي لوسائل النقل والمواصلات الحديثة والصديقة للبيئة. وامبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، واللي أشادت خلال الاتصال بالعلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا وحرص الدولتين على تنميتها وتطويرها، معربة عن تقديرها البالغ للقيادة الحكيمة للرئيس، ومؤكدة الحرص على تعزيز التواصل البناء مع سيادته لاستمرار التشاور والتنسيق المنتظم إزاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، مع بحث المستجدات الإقليمية والدولية، فضلاً عن مواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استعرض عدد من ملفات وزارة التعاون الدولي ومستجدات جهود تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتابع رئيس الوزراء نتائج تنفيذ الاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومن بينها الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة مع الأمم المتحدة، اللي اختتم عمليات إعداد وتحديث استراتيجيات التعاون مع المؤسسات متعددة الأطراف. امبارح بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأصالة عن نفسه بالإنابة عن أعضاء الحكومة بمناسبة حلول الذكرى 71 لثورة يوليو المجيدة. وعبر دكتور مدبولي في برقيته عن تقديم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات القلبية للرئيس بهذه المناسبة التاريخية، مؤكداً أنها ستظل حاضرة في وجدان الشعب المصري بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة. امبارح بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2023. أيضاً بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة. امبارح وصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان تحت رعاية رئيس الجمهورية، وده تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات. وتم تنظيم قوافل طبية وإنسانية استهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظتي الفيوم والدقهلية لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين. خلونا نروح دلوقتي مع حضراتكم لجولة أخبار المحافظات، لأن معنا فيها عدد كبير من الأخبار التي حدثت بالأمس. يمكن أهمها كان في محافظة البحيرة، اللي فيها تم تحصين 120 ألف رأس ماشية خلال الحملة القومية ضد الحمى القلاعية. أما في محافظة الأقصر فتم تحليق رحلة 28 رحلة بالون طائر على متنها 550 سائح. وكمان في كفر الشيخ تم تدشين قافلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وفي الغربية تم توفير 300 قطعة ملابس جديدة وواقي من أشعة الشمس لعمال النظافة في طنطا، وتفاصيل أكتر من محافظات أكتر في سياق التقرير اللي جاي.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في البحيرة تم تحصين أكثر من 120 ألف رأس ماشية خلال فعاليات الحملة القومية لتحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وده في إطار الجهود المبذولة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية. في الأقصر شهدت أرض مطار رحلات البالون الطائر بالمحافظة تحليق الرحلات بسماء البر الغربي بصورة طبيعية، وخرجت 28 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 550 سائح من حول العالم. في الشرقية أعلنت مديرية الزراعة أنها تسعى لزيادة المساحات المنزرعة بمحصول دوار الشمس، وده لإنتاج الزيوت داخل مصر والتقليل من استيراد الزيوت من الخارج، وتم زراعة 17 ألف فدان من إجمالي المستهدف زراعته هذا العام والمقدر ب 18 ألف فدان بزمام المحافظة. في كفر الشيخ تم تدشين قافلة لإجراء الكشف الطبي بسيارة المامو والسونار ضمن المشروع القومي لصحة المرأة، وبتستمر لمدة 5 أيام، وبتتواجد القافلة بفناء مستشفى سيدي سالم المركزي لاستقبال سيدات وفتيات قرى ومركز المدينة. في أسوان أكدت المحافظة أن مهرجان المانجو شهد توافد أكثر من 10,000 زائر في ظل عرض العديد من أصناف المانجو لأجود الأنواع بتخفيضات وصلت ل 50%، وتجاوز حجم المبيعات 2,000 طن حتى الآن. في الغربية تم توفير 300 قطعة ملابس جديدة وواقي من أشعة الشمس وأحذية جديدة لعمال النظافة في نطاق حي ثاني طنطا، وتقرر أيضاً قيام سيارات الحي بالمرور بالشوارع لمتابعة عمال رفع القمامة وتوفير المياه المثلجة والعصائر وتوزيعها عليهم. في الأليوبية هيتم بكرة تنظيم ملتقى للتوظيف بالمؤسسة العمالية بشبرا الخيمة بالتعاون مع عدد من الشركات ووزارة ومديرية العمل في الأليوبية، وبيوفر 2548 فرصة عمل بيقدمها عدد كبير من الشركات في القطاع الخاص. في جنوب سيناء اعتمدت المحافظة أول رخصة مباني مؤمنة ومميكنة، وبتأتي أول رخصة مميكنة وفقاً لتوجيهات الدولة بالتحول الرقمي للحفاظ على الوثيقة وضمان عدم تغيير أي بيانات بيها وطبقاً للمعايير الدولية.